نحن قبل 10 سنوات و20 سنة كنا بخير، فالجار كان يصفو على الجار، والصاحب كان يعرف صاحبه، والقريب ما كان يغدر قريبه. أما اليوم ففرقتنا المواقع الاجتماعية، فرقتنا المواقع الاجتماعية. أصبح رد السلام على الفيسبوك، وأصبحت الضيافة على الفيسبوك، وأصبحت أرحامنا التي أصلا نحن لا نعرفها إذا أردنا أن نصلها نصلها على الفيسبوك. كنا جيران، كنا أحباب، كان الحي كلنا يجمعنا على قلب رجل واحد. أما اليوم فالغش والغدر والحقد والغيبة والنميمة. على ماذا تحتفلون على مرور الأيام؟ كنا بخير، كنا بخير لما كانت الأيام فيها بركة، لما كان الطعام فيه بركة، لما كنا نجلس مع أمهاتنا ومع آبائنا طوال اليوم. أما اليوم نجلس على هواتفنا طوال اليوم. كان الواحد يجلس مع أمه بالساعات، واسألوا الأجداد والآباء. أما اليوم فالشباب والأبناء على الهواتف، لا ينظرون إلا الهواتف. لو سألته في اليوم كم نظرت في وجه أمك وكم نظرت في وجه هاتفك؟ أيامنا تغيرت. على ماذا نضحك وعلى ماذا نبتسم وعلى ماذا نحتفل؟ كل بركة أيامنا قد نزلت، فأصبحنا لا نشعر لا بركة في الرزق ولا بركة في المال ولا بركة في الأولاد ولا بركة في الأزواج ولا بركة في شيء. تدرون لماذا؟ ليس لأن الدنيا تغيرت، الدنيا لا تتغير، الدنيا لا تتغير. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. نعيب زماننا والعيب فينا، وما لزماننا عيب سوانا. ونهجد الزمان ولو نطق الزمان لهجانا، ونهجد الزمان ولو نطق الزمان لهجانا. الدنيا ثابتة كما خلقها الله، ثابتة لا تتغير، ولها موعد ستنتهي. ولكن ماذا الذي تغير؟ النفوس تغيرت والأرواح تغيرت. كانت النفوس نقية طاهرة، أما اليوم الواحد لا يفكر إلا بأخذ مال صاحبه، أو كيف يضحك على جاره، أو كيف يتعدى على أموال الناس، أو كيف يغدر قريبه. نجلس في مجالس نغتاب فيها الناس، بعدما كنا نجلس في مجالس نذكر فيها محاسن الناس. كل شيء تغير، ولكن لا يعود إلا إذا عادت النفوس كما كانت قبل سنوات. نفوس طيبة، قلوبها رقيقة، نفوس بيضاء، لا تفكر بالمال ولكن تفكر بإرضاء رب المال. كان الناس آخر شيء يفكرون فيه المال، ونحن أول شيء مقدم حتى على آبائنا وأمهاتنا المال. كل شيء المال مقدم على كل شيء في الحياة.